هاجر الشيخ ابراهيم كانت بتسأل بتقول كانت مخطوبة نعم ويعني حصل فسخ للخطوبة دي دلوقتي، وخطيبها كان جايب لها بعض الهدايا منهم عشاء واداها فلوس، نعم فهل هي عليها انها ترد الحاجات دي ولا لا؟ طيب احنا بنقول لهاجر انه قدر الله ما شاء فعل وربنا يرزقك بافضل منه، آمين. وانه الخطوبة دي ما هي الا وعد بالزواج، وبعدين خلال الوعد ده بيحصل فيه شيء من المودة بين العائلات، فطبيعي ان يكون فيه هدايا وانتوا تكلفتم حاجات. فطالما انه لم يقدم ذهب مفيش شبكة، يعني الشبكة هي اللي بترد، لان دار الافتاء بترى ان الشبكة دي جزء من المهر، والمهر يرد اذا لم يتم عقد الزواج، فهنا مفيش عقد زواج، دي مجرد خطبة. فالهدايا إذا كانت مستهلكة زي العشاء أو زي الحاجات اللي استهلكت يعني لا ترد، أما إذا كانت قائمة بذاتها ترد. لو إنه يعني هو اللي طلب مثلا حاجة زي كده تردها له. نعم، لو كانت مثلا تليفون لسه في علبته لم يستخدم، مثل هذه الأمور يعني ما فيش مشكلة يعني. لكن الذهب في كلتا الأحوال هو اللي يجب رده، سواء هي أنت اللي تركتي أو هو اللي ترك، في كلتا الأحوال بترديه، لأن ده مهر، والمهر المرأة لا تستحقه إلا بعقد الزواج.